تنضم إلينا من شيخ جراح بالقدس المحتلة مراسلة الغد إيمان جبور. هل لك أن تضعينا في الصورة إيمان؟ نعم، المظاهرة فقط قبل دقائق انتهت وتبقت هنا مجموعة صغيرة جدا من المتظاهرين. في الحقيقة ما شهدناه اليوم واحدة من كبرى المظاهرات التي حدثت مؤخرا في حي الشيخ جراح، وكانت أيضا مظاهرة غاضبة جدا على خلفية الأحداث التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي. أولا طبعا إخراج عائلة محمود صالحية من بيتها في أحد الأيام الباردة أو الليالي الباردة وتشريدها من بيتها، واليوم أيضا كان هناك اعتداء على عدد من المتظاهرين والمتضامنين اليهود في منطقة برقين في الضفة الغربية. وفي الحقيقة كانت هذه المظاهرة غاضبة جدا اليوم، اتهمت بلدية الاحتلال بالقدس بتهديد الفلسطينيين هنا وتشريدهم وإخلاء بيوتهم، كما طبعا حملت مسؤولية هذا الأمر لحكومة الاحتلال والمؤسسات الرسمية المختلفة. هذه المظاهرة توجهت إلى بيت عائلة سالم على خلفية ما حدث صباح اليوم من اعتداء للمستوطنين على أرض عائلة سالم وتسييجها ومحاولة منعهم للفلسطينيين من دخول ساحة البيت أو يعني البقاء فيها أو الجلوس فيها ووضع اليد عليها دون أي دون إظهار أي إثبات أو طيب أو يعني قرار بانتهاء هذه المظاهرة إيمان. بانتهائها هل انتهى التهديد الذي كان على العائلة، وهل فك السياج الذي وضعه المستوطنون على أرض العائلة، أم ماذا؟ انتهت المظاهرة وانتهى الموضوع؟ لا بالطبع، كما ذكرت جزء من الغضب الذي رأيناه اليوم كان باختراق الحواجز الشرطية التي وضعتها الشرطة اليوم لإغلاق الشارع الذي تسكن فيه عائلة سالم، ومن ثم دخول الأرض يعني رغما عن أنف رجال الأمن هنا أفراد الاحتلال والدخول إلى أرض العائلة وتدمير السياج الذي نصبه المستوطنون صباح اليوم. ولكن هذا الأمر يعني من المتوقع أن يستمر اعتداء المستوطنين، بينما توجه المتظاهرون بعد الخروج من بيت عائلة سالم توجهوا إلى المنطقة التي هدم فيها بيت عائلة صالحية، وهي يعني ربما من الجدير ذكر هذا الأمر الآن. المنطقة لا يوجد فيها أي شيء تماما ولا حتى ركام البيت، لم نرى أي شيء في المكان الذي كان فيه بيت عائلة صالحية. بينما توجه المتظاهرون إلى هناك دخل مرة أخرى المستوطنون إلى ساحة بيت عائلة سالم واعتدوا على بعض الأطفال الفلسطينيين الذين جلسوا في الساحة هناك، مما أدى إلى مناوشات ما بين بعض المتظاهرين وأيضا رجال الشرطة والمستوطنين، أسفر عن اعتقال أحد المتضامنين اليهود الذي اتهمه المستوطنون بالاعتداء عليهم. لا زال هذا الشخص معتقلا. كان هنالك إذن اعتقال واحد في مظاهرة اليوم، ولكن من المتوقع أن يستمر هذا الأمر. وكما يعني كما نرى مؤخرا هنالك يعني اشتعال لبؤرة تلو الأخرى هنا في حي الشيخ جراح. صحيح. الذي يصر المستوطنون بمساندة البلدية ومؤسسات الدولة الاستيلاء على بيوته. شكرا جزيلا لك إيمان جبور مراسلة الغد، كنت معنا من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. نعود إليك كلما جد جديد.